عظيم جدا اللي هو خطر المخدرات. لعلي قلت قصيده بالمناسبه مع ان اظهر الموضوع الا مره واحده. فاقول شوري على اللي يستمع زين الاشوار يستقبل الشور الثمين ويضمه الله. الصقر لا ما طار يعجبك لا طار له في شواهيز المراتيب همه وكان الردي حدر من الرجم محدار الكفوية أرقى فوق في راس قمة تكفون يا الأخيار يا نس الأخيار الكفوية يرفع راس خاله وعمه تجنب الأشرار وأصحابه الأشرار ما بين خوان وبياع ذمه من سار معهم دربه كل غدار يبدأ بدخان وشيشة وشمه وجروه لا بعض الأماكن ولو كار من شان تنفيذ الهدف والمهمة مخدرات نوعوها مخدرات نوعوها بالإصرار ذا مخدرات نوعوها بالإصرار ذا يأكل وذا يشرب وذا يشمه اهدوه ولا اعطوه بقلل الأسعار لين اختلط سم المخدر بدمه ثم سلبوه ماله بلا غصب وإجبار يشوف ماله يختطف ما يهمه مأجر ان الدور الاعلى بلا جار لا صار مضيع كل يم مخدرات الخبث والعار والنار ام الخبائث والشرور المطمه من شلها في جيبها اشتل الاخطار كل يسير وحيته وسط كمه لا يمن اخو ولا اخت ولا جار ولا يمنه زوجه ولا ابوه وامه ولا يمنون اولاده كبار وصغار مثل الحنش ما يامن الناس سمه مخدرات تفسد عقول وديار وقتل معه جرائم مدل همه تكفون يا الابرار يا نسل الابرار النصح واجب دون غيبه ونمح مسلمين ونهجنا نصح وانكار ننصح ولا ننصح ولا نغتاب شخص ونذمه وصلاه ربي عد هم مال الامطار عن النبي نور الكلام ومتمه الله الله وانت سالم صح لسانك بيض الله وجهك ابو عبد الواحد على هالقصيده الجميله والمفيده. ابو محمد تسلم. مشتاقين للقصصك طال عمرك ودي اسمع منك بحضره هالرجال الطيبين وقدام هالمشاهدين.